حضرتك مين بقى؟ ايه حكايه اللي اسمها صدفه دي؟ نهار اسود، اسمك صدفه عجيبه. يا البنت المعتوهه دي وصلت لك؟ ايه هدفك في الحياه؟ ايه السؤال الصعب ده؟ بتشتغل مدرسه في مدرسه فرح. انا عمود فقري المدرسه. انا قلت لك ابعد عن الناس دي ولا لا؟ قرب من صدفه انا اللي هقفل. بحبك. هو انت كنت بتقول ايه؟ I found my love. الراجل ده انا مش هسيبه في حاله، ايه رايك؟ تبقى بتضيع نفسك يا صدفه. هو انت بتهدديني؟ انت عمرك ما رقصتي ولا ايه؟ انا عمري فقير يسون ولا غني يخون يا حبيبتي. صدفة يوميا 11:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.